السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع الأستاذ أمين عبد الحسيب الدري. هنتعرف النهاردة إن شاء الله على الإجابة النموذجية لامتحان حاسب آلي محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2024. يلا بينا. السؤال الأول هنا بيقول لي ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. ينفذ الكود الذي يلي زن في جملة إف زن عندما يكون نفي تعبير الشرط فولس. طبعا في أي جملة من جمل إف زن تحقق الشرط يبقى في حالة ترو، يبقى في الغلط. التشهير الالكتروني عباره عن نشر معلومات عن شخص محدد او اكثر بشكل مسيء، طبعا صح. يمكن كتابه جمله اف في سطر واحد بدون اند اف، صح طبعا. الاجراء بروسيدور عباره عن مجموعه من الاوامر تحت اسم معين، لحد هنا صح، ويعود بقيمه، غلط، لان ده الفانكشن الداله. طيب الناتج النهائي للمتغير ام المعادله، طبعا هنا عشان ياخد باله من الأولوية، طبعا هنا الأقواس الأول يبقى هنا هيبقى 25 على 5، وهنا 5 أس 2 كام؟ 25 ناقص، يبقى في هنا ناقص وقسمة، يبقى هناخد القسمة الأول 25 على 5 فالكام؟ 5، تمام؟ يبقى 25 ناقص 5 بيساوي كام؟ 20، يبقى هل هو صفر؟ غلط، إجابة خاطئة، تمام كده؟ طيب ندخل على السؤال التاني. بيقول لي هنا لتغيير قيمة العداد M لتأخذ القيم 49 42 35 28 21 نستخدم إيه؟ هنا طبعا هيبدأ من الكبير للصغير، يبقى في معدل زيادة سالب، يبقى هتبقى المعادلة، طب ديت ولا ديت؟ طبعا هنا سالب، يبقى من الكبير للصغير، يبقى M 49 تو 21 بيستير إيه؟ سالب 7. طيب بيقول لي بعدها اسم المتغير أو اسم المتغير الصحيح في اسم الطالب، لاسم الطالب هيبقى إيه؟ طبعا هنا سترينج كلمه محجوزه ما ينفعش، هنا اس تي مسافه وده ايه علامه خاصه، يبقى هتبقى اندر سكور. طيب اي من الجمل السيلكت التاليه ناتجها ترو، ترو يعني تحقق الشرط في حاله قيمه المتغير يساوي 8. طب هنا لو اقل من 8، طب اقل من 8 يبقى مش هيبقى ترو. طب من 1 الى 6 و8 من 10 مش هينفع. طب هنا بيقول لي لو الكيس از اكبر من او يساوي 4، ما هو أكبر من 4 يعني 5 و6 و7 و8، يبقى ممكن يكون بيساوي إيه؟ 8. طب كده يبقى هناخد ديت الاختيار ده. عند الإعلان عن ثابت عجلة الجاذبية الأرضية اللي هو الجي نستخدم، طبعا هنا ثابت يبقى كونست، طبعا الجملة الأولى بدأ بدين يبقى غلط، والثانية بدأ بدين يبقى غلط، يبقى ما فيش أساس إلا ديت، طبعا لازم يديله قيمة. نقط، جزء من كود البرمجة يكون نتيجه إما صواب ترو أو خطأ فولس، طبعا هيبقى إيه؟ التعبير الشرطي كونديشن إكسبريشن. نطلع على السؤال الثالث. صوب ما تحته خط. الصيغة الصحيحة للإعلان عن متغير من النوع جندر. جندر اللي هو إيه؟ جندر اللي هو نوع طالب ذكر أو أنثى، وبالتالي النوع هيبقى عبارة عن إيه؟ تمام، بولن. بولن. يبقى ديم جندر أز بولن. الإعلان ممكن النوع يبقى ذكر، ممكن يبقى هكذا. طيب السؤال اللي بعديه. بيقول لي التهديد الالكتروني عباره عن تجاهل شخص او اكثر، طبعا ده هيبقى ايه؟ التجاهل الاستثناء، الاستثناء الالكتروني، كلمه تجاهل على طول في اي سؤال يبقى معناه ايه؟ استثناء الكتروني. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي يتوقف التكرار في جمله 4x بيساوي 10 تو 2 ستيب سالب 2 عندما تصبح قيمة المتغير x مساوية لقيمة النهاية. طبعا غلط، الغلط هنا في مساوية لقيمة النهاية، مساوية لإيه؟ مساوية لصفر. ليه؟ لأن هيبقى القيمة النهائية للعداد 2 زائد مقدار الزيادة سالب 2، 2 زائد سالب 2 يساوي كام؟ يساوي صفر. طيب الخطأ في ناتج تشغيل كود بلغة الفيجوال بيزك دوت نت يسمى خطأ لغوي. هنا يعني بقول ايه؟ الخطأ الناتج تشغيل، خطأ عند التشغيل، يبقى خطأ هنا لغوي ساينتكس ايرور، طبعا هو حاطط خط تحت لغوي وساب ساينتكس ايرور، هيبقى خطأ من النوع ران تايم ايرور، ران تايم اللي هو خطأ عند التشغيل، عند التشغيل، خطأ عند التشغيل ران تايم. يستخدم المبرمج الأمر مي في كتابة الملاحظات، طبعا الأمر ريم. السؤال الرابع، أكمل الكود برنامج التالي لعرض الأعداد الفردية من 1 إلى 10 باستخدام جملة الدوايل لوب. طيب هنا طبعا هنا أعداد من 1 إلى 10 هنديها متغير وليكن إكس،
يبقى هنا اول حاجه هيبقى ايه؟ دم. بعلن على المتغير دم. طيب بعد كده الاعداد ايه؟ انت قلت اعداد ايه؟ فرديه من واحد، يبقى اول اكس بكام؟ ب1، يبقى دي واحد. اخر كام؟ 10. يبقى هقول للدوايه اكس اقل او يساوي 10، الشرط بتاعي اللي هي قيمه النهايه، هل وصلنا لاقل من 110؟ هقول له اطبع ام. طيب هنا انت بتقول اعداد ايه؟ فرديه، يبقى هتزيد بمقدار كام؟ 2. يبقى اذا المتغير بيساوي نفسه زائد مقدار الزياده اللي هي 2. طيب بدانا بدو وايل هنا هو، يبقى هنختم بالايه؟ باللوب. اهيت اللي هو مدالي لوب. اسهل. بالتوفيق والنجاح. اتمنى اذا حضرتك الفيديو ما تفرجش على الاعجاب، اشترك معنا في القناه وتفعيل زر الجرس، وما تنساش موجود شروحات وامتحانات الصف الاول الثانوي والثاني الثانوي. بالتوفيق والنجاح شباب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.